أنا وأنت عندنا أمنيات وطلبات نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحققها لنا، وربما تأخرت بعض هذه الأمنيات لحكم يعلمها الله. أنا بعطيك طريقة من الطرق التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نحن طبقناها فإنه بإذن الله تعالى تتيسر تلك الأمنيات ويحقق الله لنا بعض الأحلام والطموحات التي كنا نتمناها. هذا العمل يسير جدا، وهو مساعدة الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر، ماذا يستفيد؟ يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن أنت عندك عسر، عندك مريض، عندك معاملة تأخرت، عندك مرض، أي كان الأمر الذي تعسر عندك، حينما تيسر على محتاج فإن الذي يتولى تيسير أمورك الصعبة ليس شخص ولا جهة، الذي تكفل بتيسير هذا الأمر العسير هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. خذ الحديث، 3 ألفاظ نبوية تؤدي نفس الغرض. هذا اللفظ الأول: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الثاني: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طيب، والله في عون العبد، الله سيعينك. متى؟ ما دام العبد في عون أخيه، أو ما كان العبد في عون أخيه. بعض الناس إذا سمع مثل هذه الكلمات التيسير والمساعدة مباشرة ينصرف ذهنه إلى النقاط أو الأمور المالية، هذا غير صحيح. حينما تجلس مع زميلك في العمل ويطرح عليك موضوع وتعطيه رأي سديد إن شاء الله، هذا يسر. ربما بعد جلسته معك وبعد سواليفه شعر براحة، انشرح صدره لاتخاذ القرار أو الأمر الذي طرحت عليه أنت، فتيسر الأمر. يمكن عنده مشكلة بينه وبين والده مثلا، أنت لما ناقشته وعطيته الحل وعطيته بعض الآراء فرجت عنه كربة وأصلحت بينه وبين والده مثلا. تعال إلى والدك، إلى والدتك، حينما تيسر عليه أمر عسير، يمكن والدك ما عنده أحد يعطيها علاج. أحيانا نفكر في تيسير العسر عن الغير ولا لا؟ ويمكن أقرب الناس لك يحتاج أن تيسر له أمره. يمكن أخوك الشقيق في كرب لا يعلمه إلا الله، تفكر ساعد المحتاجين وتسعى في قضاء حوائجهم. أخوك الشقيق، أختك بحاجة، عندها هموم بينها وبين زوجها، اسمع منها يا أخي، اجلس معها يا أخي. لا لا، إذا في تيسير لازم فلوس مو بلازم يا أخي. التشجيع تيسير، التحفيز تيسير. أنت والله مدير في العمل ولك مسؤولية معينة، عندك واحد عليه ملاحظات، عليه تعب نفسي، عطه يوم يومين يتعالج، يرتاح، يروح يزور والديه، إيش المشكلة؟ هل سينتهي العمل وتسقط السماء على الأرض؟ خاصة إذا كان الشخص صادق طبعا ويحتاج مثل هذه المساعدات. طبعا ليس الكلام على الإطلاق، المقصود يا أحبة، حاجاتكم إذا أردتم أن تقضى فيسروا على الناس.